في سؤال بعد بس حضرتك جاوبت عليه. نعم. بيسألوا عن شو بتسموا انتم اللغة نعم. السريانية شو بتسموها للكلدان؟ انه هم بيقول هيك بالضبط. سؤالي بسيط جدا، بعض الاحزاب الاشورية تسمي لغتنا بالسريانية، نريد ان نعرف ماذا تسمي الاحزاب الكلدانية لغتنا؟ انا دائما اكتب اقول لغتنا الكلدانيه، ومرات اكتب السريانيه. صح. بس انا من اقصد السريانيه او هذه يجب ان اروح على الجذر وهو الارامي. الصحيح ان ما نقول لغتنا يعني ما اقول لهجاتنا. صح. لغتنا اللسان. وقبل شويه قلنا انه اللغه ليست كلمه عربيه، كلمه يونانيه، وانما اللسان العربي، اللسان السرياني، اللسان الارامي والى اخره. فاحنا يجب ان نروج للغه اراميه. حلو. انا اعتقد يعني لانه هذا علميا وتاريخيا هو هذا الصحيح. حلو كثير انه واحد يلجأ للعلم، يعني مش كل المنجدات الشعور. كل المنجدات انا اللي ادرس بها هسه حاليا اللي اقرا بها يقول مصدرها عبري، مصدرها آرامي، مصدرها فارسي. ما شفت مصدر يقول مصدرها سرياني. يعني الآن الكتب اللي تحت إيدي ربما أكو بعض المنجدات يستعمل لفظة سرياني أو كلداني، أو وإن هم أكو بعض المصادر يقول كلداني. أنا في عندي مصادر من جملتهم كتاب فلسفة اللغوية. الفلسفة اللغوية الكاتب هذا المصري ما أدري نسيت اسمه دائما يكتب عن اللغة الآرامية، يعبر اللغة الكلدانية كذا واللغة الكلدانية كذا. يعني الكاتب هاي 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 اللفظة دائما يستعملها بكتاب مالته. فإذا كل بس علميا بصورة صحيحة اللفظة الآرامية المفروض تسود لازم باللغتنا هي الشيء المشترك كلسان شيء مشترك. نعم. صح. وليس كلهجة. صح. هذه يعني طبعا نحن نتشرف انه يكون في ناس من خلال العلم عم بيستنجوا، مش عم بيستنجوا من خلال اراء حزبيه واراء لا انا مو لانه قاعد انا وانما انا طبعًا في كل المناسبات طبعًا قبل فتره هم كنت مع جماعه قال راح نخلي تسميه سولايا جامعه. قلت له اوكي بس اريد افتهم من عندك شيء، سولايا هي كلهجه لانه كلنا متكلمين بالسولف؟ قال لا، لانه قلت له اذا على اللغه ما يصير سوره ولا سولف، لازم نكون اراميه. قال لا، سورايا يعني اسورايا يعني اشوري. أمن لا، قلت له لا ما يصير، احنا اما اذا كلغه يجب ان نستعمل اللفظه الاراميه، المفرده الاراميه هي اوكي كلنا نقبل بها. اما من اجل تمرير مثلا مسائل سياسيه ما سياسيه لا ما نقبل بها. صح. في